مشاهدي شبكة تلفزيون النهار، برحب بيكم في حلقة جديدة من النهار نيوز. اسمحوا لي أكون معاكم في جولة إخبارية رياضية نتابع فيها أهم وأحدث ما ورد اليوم في الصحف الرياضية العربية الإفريقية المحلية وأكيد العالمية، ودائما البداية بأهم وأبرز العناوين. جاريدو يجهز مؤمن زكريا لمواجهة الشرطة. البرتغالي فيريرا يصل القاهرة الجمعة لتدريب الزمالك. الليلة غانا تسعى للصعود إلى نهائي إفريقيا على حساب غينيا الاستوائية. محمد صلاح أسعى لهزل شباك توتنهام بقميص فيورنتينا. البداية دائما بالأخبار المحلية، وبداية الأخبار المحلية من النادي الأهلي. وليد سليمان وعاشور يعودان لتدريبات الأهلي استعدادا للشرطة. انتظم الثنائي وليد سليمان وحسام عاشور لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد تماثلهما للشفاء استعدادا للقاء اتحاد الشرطة المقرر إقامته مساء السبت المقبل باستاد المقاولون العرب في الجولة 20 من فعاليات الدوري الممتاز. كان وليد سليمان قد غاب عن تدريب الفريق أمس بسبب معاناته من إجهاد، بينما كان عاشور يعاني من آلام خفيفة في العضلة الضامة وأصبح جاهزا للمشاركة في المباراة. وجاريدو يجهز مؤمن زكريا لمواجهة الشرطة. يخضع مؤمن زكريا لاعب الأهلي الجديد لتدريبات تأهيلية مكثفة عقب رفع إيقافه من أجل خوض مباراة الشرطة بالجولة 20 للدوري الممتاز يوم السبت المقبل. وأعطى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للأهلي تعليماته لمساعده خورخي سيمو مخطط الأحمال بتجهيز زكريا للمشاركة في لقاء الشرطة. ومن أخبار النادي الأهلي للنادي الزمالك، والشناوي جاهز لحراسة مرمى الزمالك أمام أنفي. بات أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك جاهزا لحراسة عرين الفريق الأبيض في مباراته أمام أنفي يوم الأحد المقبل بعد إصابته بنزلة برد حادة تسببت في استبعاده من معسكر الفريق الأبيض المغلق خلال مباراته الأخيرة أمام النصر. وخضع الشناوي لبرنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف طبيب الفريق، وشارك في التدريبات الجماعية للزمالك بالأمس، وبات جاهزا لحراسة عرين الفريق الأبيض في مواجهة أنفي. والبرتغالي فيريرا يصل القاهرة الجمعة لتدريب الزمالك. كشفت تقارير في نادي الزمالك عن وصول البرتغالي فيريرا إلى القاهرة مساء الجمعة المقبل لبداية مهمته في تدريب فريق الكرة خلال الفترة القادمة بعد التوقيع لمدة 6 أشهر. ومن المقرر أن يقود محمد صلاح المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني الفريق الأبيض خلال مباراته يوم الأحد القادم أمام أنفي في الجولة 20 من الدوري الممتاز، خاصة لأن تأخر وصول فيريرا يمنعه من قيادة الفريق في هذه المباراة. والزمالك يتفاوض مع سبورتينج لشبونة لإعادة شيكابالا. كلف مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى عضو المجلس والمتواجد في البرتغال بإنهاء أزمة إعادة محمود عبد الرزاق شيكابالا إلى الفريق الأبيض من جديد. وكان نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي قد طلب الحصول على مبلغ 600,000 يورو مقابل رحيل اللاعب المنقطع عن التدريبات منذ شهر أكتوبر الماضي، ورفض العودة للفريق البرتغالي. ويسعى الزمالك للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف. مشاهدينا فاصل ونرجع نكمل أخبارنا من الملاعب العربية والإفريقية، تليها الأخبار العالمية، ابقوا معنا.